قنبلة نووية على شاطئ الجزائر، موضوع في منتهى الإثارة. وموقع روسيا اليوم نشر هذا الموضوع المثير، اللي هي قنابل بقت موجودة في أعماق البحار والمحيطات. الموضوع ده بيقول إنه في الخمسينات والستينات قنابل نووية أمريكية اترمت لأسباب مختلفة، بس مش عسكرية. احنا عارفين عسكريا ضربوا اليابان فقط بقنبلتين نوويتين، هيروشيما وناجازاكي. موقع روسيا اليوم بيقول انه الامريكان، وده الجانب الامريكي، ما نعرفش برضه الجانب السوفيتي ايه اللي حصل، انما الجانب الامريكي في الخمسينات والستينات عدد كبير من القنابل النوويه سقط. طبقا للموقع ما يلي، موضوع مدهش ومثير ومفزع. نمره 1، 1950 قاذفه نوويه طالعه من الاسكا، قاذفه استراتيجيه نوويه، يعني طياره بتحمل قنابل نوويه زي اللي رمت هيروشيما وناجازاكي على اليابانيين، طالعه من الاسكا بتعمل بروفا لضرب الاتحاد السوفيتي سنه 50، بعد 5 سنين من نهايه الحرب العالميه الثانيه وضرب قنبلتين نوويتين في اليابان. فبيعملوا بروفا لو الامريكان حرب السوفيتي نوويا، فطلت القاذفات الاستراتيجيه دي من الاسكا علشان خاطر تعمل بروفا لضرب السوفييت بالقنابل النوويه. اللي حصل ان الطياره او القاذفه الاستراتيجيه دخلت في اجواء سيئه جدا، والنتيجه ان الطاقم نزل، باع الطياره بالقنبله النوويه ونزل هو والطياره بالقنبله النوويه، سقطت في المحيط. سنه 57 طيارة أمريكية تانية عليها 3 قنابل نووية طلعت من قبالة سواحل نيوجيرسي رايحة في اتجاه أوروبا، فيها 4 محركات، 2 محركين باظوا توقفوا عن العمل، فالطيارة جت رمية قنبلتين نوويتين من 3 اللي عليها تخفف الحمولة، فرموا قنبلتين نوويتين في المية ورجعوا بقنبلة إلى القاعدة. احسب بقى ورايا، يبقى دي قنبلة نووية سنة 50 وهم طالعين من ألاسكا، وادي قنبلتين وهم طالعين من قبال السواحل نيوجيرسي، دي على مسافة مدينة اسمها أتلانتيك سيتي، 100 كيلو من أتلانتيك سيتي. القنابل دي موجودة إلى الآن، يعني ممكن تنفجر في أي وقت، يعني دي قنابل لا تزال موجودة منذ ذلك الوقت. أيضا سنة بقى 56 قاذفة برضو أمريكية عليها قنبلتين نوويتين قرب سواحل الشقيقة الجزائر، وقرب سواحل الجزائر الطيارة دي أو القاذفة الاستراتيجية الأمريكية اختفت هي والقنبلتين النوويتين قرب سواحل الجزائر إلى الآن، ولا نعرف فين القاذفة الاستراتيجية ولا فين القنبلتين النوويتين، ويعتقد أنهم موجودين في المياه قرب سواحل الشقيقة الجزائر، ولم يتم العثور على الطائرة أو القنابل حتى اللحظة. 4، سنة 58 حادث تصادم، طيارة مقاتلة مع قاذفة استراتيجية، طيارتين خبطوا ببعض، واحدة طيارة مقاتلة، 2 قاذفة استراتيجية عليها قنابل نووية. الطيارة المقاتلة طبعا اتدمرت فانهارت وقعت، إنما القاذفة الاستراتيجية كان عندها قنبلة نووية حرارية رمتها في المحيط الأطلسي علشان ترجع القاعدة. سنة 63 تجارب نووية أمريكية في أعماق المحيط الأطلنطي، سابوا غواصة وطرادين نوويين، طرادين نوويين والغواصة عليها مفاعل ذري في قاع البحر 2500 متر تحت سطح الماء، حتى الآن لسه موجودين زي ما هم. سنة 65 قرب أوكيناوا في اليابان، حامل الطائرات أمريكية، ده بقى أشبه بفيلم سينمائي، حامل الطائرات أمريكية عليها طيارة، الطيارة ديت عليها قنبلة نووية تكتيكية، فالطيارة بقنبلتها النووية التكتيكية وقف على سطح الحاملة، وبعدين حصل أوضاع طبيعية كارثية مفزعة، ونتيجة تقلب الطبيعة الشديد وعاصفة مروعة، فهذه الطائرة انزلقت من على سطح حاملة الطائرات وقعت في المية، يعني اتزحلقت الطيارة من حاملة الطائرات نتيجة هذه الرياح
العاصفة الشديدة جدا وتقلب الأجواء المفزعة في ذلك الوقت. فلما حصل سقوط هذه الطائرة من فوق حاملة الطائرات سقطت بالقنبلة النووية حتى الآن. أيضا سنة 66 قرب أسبانيا، نتكلم بقى على مناطق مختلفة، اللي جنب اليابان، اللي قدام الجزائر، اللي جنب أمريكا، اللي قدام ألاسكا، اللي قرب أسبانيا. قرب أسبانيا إيه اللي حصل؟ برضو حادث طيران، قاذفة استراتيجية برضو اصطدمت في طيارة من الطيارة اللي بتزود بالوقود. نعرفين طائرات التزويد بالوقود، تبقى طيارة طايرة تيجي طيارة أكبر فيها بقى الوقود بتغذي الطيارة ديت، فالطيارة الكبيرة دي اللي هي بتغذي بالوقود هي اللي خبطت في الطيارة التانية بقى اللي عليها أربع قنابل نووية، ووقعت القنابل النووية الأربعة قنابل نووية حرارية على أثر الحادث. وأخيرا طبقا للموقع وليس أخيرا طبقا لما هو حقيقي، احنا لسه ما نعرفش السوفييت والآخرين إيه اللي هم عملوه في البحار والمحيطات، ده فقط أمريكا في عقدين من الزمان. 58 حادث غرق نووي مذهل، برضو غواصة بمفاعل نووي وغرقت هذه الغواصة على بعد 3000 متر حتى اللحظة. تعال بقى نلم اللي فات ده، تعال بقى نحسب كل اللي احنا قلناه، هنلاقي انه سنة 50 قنبلة نووية. اللي عايز بقى يرجع تاني للمقطع على الانترنت علشان يراجع معانا، احنا قلنا سنة 50 قنبلة، 56 قنبلتين نوويتين، 57 قنبلتين نوويتين، 58 قنبلة، 63 غواصة، 65 قنبلة، 66 أربع قنابل، 58 قنبلة. إذن الإجمالي 12 قنبلة نووية، 12 قنبلة نووية موجودين ولم ينفجروا أغلبهم، وإلى الآن ما احناش عارفين أين هذه القنابل. يعني العالم عايش وفي 12 قنبلة نووية غرقانة أو موجودة في أكثر من مكان، مما يهدد مستقبل العالم. المشاهد ديت مشاهد حقيقية لتفجير نووي تحت الماء محدود. تخيل بقى الاتناشر دول بقدرات أعلى بكتير جدا لو حصل أي شيء. واحد قاعد يعوم وعايش حياته متصور إن آخره إن يعوم شوية ويرجع، أو حد قاعد يصطاد سمك ومتألق رومانسيا وبعدين يفاجأ إن في قنبلة نووية لا قدر الله تكون على وشك الانفجار. عالم في خطر، حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.